موضوع الصحة والسلامة هذا موضوع الذي يدخل ضمن يعني اهتماماتنا وضمن البرامج التي نحرص على تنفيذها، لأن قطاع الصناعة التقليدية هذا إضافة إلى حمولته الثقافية والفنية والحضارية المهمة، هو كذلك قطاع مرتبط أولا بصحة المواطنين وبسلامة العاملين فيه. صحة المواطنين، مجموعة ديال الحرف اللي داخلة في الصناعة التقليدية الخدماتية مرتبطة مباشرة بصحة المواطنين، الحلاقة وغيرها والميكانيك والترصيص مرتبط بصحة المواطنين، سلامة كذلك العاملين في هذا المجال هو محور مهم، ولهذا عقدنا مجموعة من الاتفاقيات مع كليات الطب بالنسبة لبعض الحرف مع كلية الطب سواء في الدار البيضاء وفي فاس للاشتغال على المخاطر، خاصة في الجانب ديال بعض النحاس، بعض الحديد، بعض الأشياء اللي عندها أثر على سلامة، هذا ماشي غير القطع ولكن على بعض الأمور اللي عندها مآلات بعد سنوات كتظهر بعض الأمراض. فهذه الدراسات هي مهمة واشتغلنا عليها. ثم اليوم كاين هناك تحضير، كاين دلائل موجودة، وهذه الدلائل كتكون احيانا المعارض اللي كتنظم مناسبه للتعريف بهذه المخاطر، ولكن مع ذلك احنا اليوم يعني نحرص على انه سيتنظم برنامج وحمله وطنيه للتعريف بهذه المخاطر. الوسائل والادله توجدت، البرامج كذلك محضره، وهذا لا يمنع انه في كل تكوين سواء التكوين المستمر اللي كيكون يستهدف الصناع دائما، وكذلك في برامج اللي كتكون في المعارض دائما كنطالبوا وكناكدوا على يعني يعني المنشطين او المشرفين على هذه المعارض على ضروره التعريف ببعض المخاطر اللي يمكن يتلقاوها الصناعيه في العمل ديالهم. هذا بطبيعه الحال لا يمنع انه القضيه اللي طرحته السيد النائب ديال التامين وديال بعض المخاطر، انا كنقول بان القطاع محتاج، الاول شيء محتاج ليه هو التقنين، القانون المنظم للصناعه التقليديه، ولهذا ملي جمعناكم كرؤساء غرف وقدمنا لكم مشروع القانون اللي هو بمناسبه ماشي قانون جديد ولكن في اطار المقاربه التشاركيه اللي كنقوموا بها وكنامنوا بها، انه من اجل اول شيء اللي خصنا اليوم نعملوا عليه هو اخراج القانون، لان هذا القانون غادي يساهم في تنظيم القطاع. فالقطاع ملي كنطرحوا مشكل ديال التامين وتخوفات بعض الجهات من انها تدخل في تامينات مباشره مع بعض المقاولات او بعض يعني الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال، كنقولوا بان المدخل الاساسي هو القانون قطاع، واليوم الحمد لله راه القانون قبض يعني في الطريق وقبض المسطره التشريعيه، وكنتظروا يعني كنتظروا التسريع كذلك منين يجي لهذه الغرفه انه يكون واحد التفاعل ايجابي من اجل الاسهام في يعني في الخروج ديالو في اقرب الاجل، لانه بدون هذا القانون لا يمكن ان نتحدث عن مجموعه ديال المشاكل اللي يمكن نقولوا بانها كاينه في القطاع. طبعا هذا قطاع ملي كنتكلموا 20% من الساكنه النشطه كتشتغل في الصناعه التقليديه، كنتكلموا على 2.3 مليون، طبعا يمكن تكون مشاكل، هذا طبيعي لانك تتكلم على يعني واحد الفئه عريضه وعريضه جدا، ولكن هناك اراده حاضره وهناك برامج كذلك مواكبه من اجل تلافي كل هذه الاشكاليات اللي يمكن لها تاثر على الوضعيه ديال الصانع التقليدي.